تألقت كمان فرقة هاي دام في تقديم فقرتها الغنائية بحفل الفرق الغنائية في مهرجان العالمين الجديدة، وده في المسرح الروماني في مدينة العالمين الجديدة. هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من اسكندرية يوم من 12 سنة، وبتعيد في الحقيقة احياء اغاني التراث النوبي والفولكلور الافريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية. من اشهر اغانيهم رانجو ويا حلو وكورة، والحفلة دي بتأتي في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العالمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة. كمان بتقدم لجمهور مهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات. خلونا نشوف جزء من حفلة هاي دام ونرجع نكمل كلام. هلو هلو هلو، لا احنا مش عايزين الناس تنام مننا، ها يعني ايوه بقى. بيقولوا ختامها ايه؟ ختامها رقص. احنا دلوقتي ختامها رقص مع فرقه، بنتكلم عن المزيكا النوبي، بنتكلم عن اعاده توزيع للفولكلور النوبي، بنتكلم على ميكس ما بين النوبه وما بين السودان والجنوب في مصر، وامتداد للكينج محمد منير، والإيقاع والرقص والانبساط، وفرقة هاي دام. الليلة بالليل نمشي شارعني، قهوة بالمزاج انت السكر وبكلي كده. الليلة بالليل نمشي شارعني، قهوة بالمزاج انت السكر وكديك دواء. الليلة بالليل نمشي شراني، والمحبتي على بطني، نشرب الجبنة البخور تكي، يلا نمشي هنا ويلا شرعني لليلة، يلا يا زولينا نقدم هوا. الليلة بالليل نمشي شرعني، أنا وأنت سوا قهوة بالمزاج، أنت سكر وكليك دواء. وليه يا حب بتدق على بابي؟ حرام يا حب ضيعت شبابي. ليه يا حب ليه يا حب بتدق على بابي بابي؟ حرام يا حب ضيعت شبابي. وانا من يوم في دربك سرتك يا ما بكيت
الأخبار على وضعينا بنكمل ها نكمل با با